مشاهدينا هسه راح نروح الى فقره بين الناس، واليوم لنا زمان ما رحنا الى دهوك وشفنا جولات حلوه بيها، لذلك اليوم زميلنا خالد راح يشوفنا وهمنا راح نروح بجوله حلوه وياه من دهوك. يسعد صباحك خالد. يسعد صباحك خالد، نورتنا. يا صباح الخير، صباح العافيه عليكن يا بنات، صباح الورد على كل من يشاهدنا ويتابعنا بصباح دجله وبقناه دجله. اكيد جوله جديده من جولاتنا يا بنات من محافظه دهوك. نعم. أجمل المحافظات العراقية. طبعا يا بنات إذا كنتن مستعدات للجولة اليوم. أكيد مستعدين خالد، خاصة أنا إذا أشوفك أنت يمكن بالسوق، وبما أنه إحنا يعني ما باقي هواية على العيد والناس دا تتسوق، فحابين نشوف هذه الأجواء. أكيد إحنا همنا حابين نشوف دهوك رنقين. نعم يا بنات، طبعا هذا المكان هو وسط سوق دهوك. مدينة دهوك هي تعتبر أكثر محافظة عراقية من ناحية الأمان، دائما ما تفوز محافظة دهوك بالمركز الأول على كل المحافظات العراقية بأن هي أأمن منطقة موجودة بالعراق. بنفس الوقت تعرفون أنه هي منطقة سياحية تضم المناطق السياحية سواء داخل المدينة أو حتى خارج المدينة على سفوح الجبال داخل المدينة، مصايف ما شاء الله منتشرة بكل مكان. بس هاي الميزه خلت انه هاي المدينه دائما ما تكون مزدحمه بسبب انه اغلب الناس من كل المحافظات العراقيه يزورونها، خصوصا هاي الايام مثل ما تعرفون انه ايام عطل وانه بدت العطله الصيفيه للكثير من المدارس خصوصا يمكن الابتدائيه والمتوسطه. لذلك اليوم كثير من العوائل من محافظاتنا الجنوبيه والوسط وحتى الغربيه بداوا انه يزورون دهوك وايام عيدهم بنفس الوقت. لذلك اليوم احنا موجودين هنا تقريبا من الساعه 9:30 الصبح نشوف انه السوق مزدحم بالناس، والحلو ايضا انه من نتجول بسوق دهوك نشوف اللهجه او اللغه الكرديه ونشوف اللهجه الجنوبيه ونشوف اللهجه البغداديه، يعني هنا عباره عن عراق مصغر داخل دهوك وداخل سوق دهوك. مثل راح اترككم شويه اطلع خارج قادر واشوفكم شويه الاجواء اللي موجوده، انه صراحه يا بنات انه انا اشوف انه اقبال البنات حاليا دا يكون اكثر من خاصه هسه سوق وهسه عيد ودا يتحضرون يروحون للسوق يشترون يتسوقون واجواء العيد. بس يا بنات نريد انتم هم تشاركونا رايكم، هو ليش البنات يحبون يزورون السوق من الصبح؟ يعني من الصبح البنات يزورون السوق. خالد اول شيء يعني الساعه 12 او بالوحده تكون حار الدنيا كلش، درجات الحراره تكون مرتفعه، بعدين احنا نحب ناخذ وقتنا يعني حتى نتسوق يعني بكل المحلات، ما نبقي ولا مكان يعتب علينا، نرتاح نفسيا. لانه تعرف شنو خالد، يعني البنات عندهم طبعه هذا الطبع شنو هو؟ انه اني افوت مثلا على هذا المحل اشوف مثلا فستان عجبني، اقول لا بلكي شفت واحد ثاني يكون احلى فخل افتر، اروح اخذ لي فرق، اذا ما شفت لي فستان احلى فارجع على اللي شفته، فهذا كله يحتاج وقت يعني. اكيد اكيد يعني هو هذا صراحه، وهذا الموضوع مو بس يحتاج وقت، يمكن يحتاج ايام فعلا. اذا ردنا نحكي عن انه بيوم ما تختارون وبيومين لا ممكن انه لا خالد، خاصة احنا مقبلين على العيد بعد كم يوم ان شاء الله، يعني حيكون منافسة بالملابس، نشوف منو لابس احلى منو اكشخ، فهيجي يعني لازم نختار الشيء الزين ان شاء الله. دوم الموفقية والسعادة لكل العراقيين ان شاء الله. بداية يا بنات راح ندخل هذا المكان، هذا المطعم طبعا يلا. هو واحد من أجمل المطاعم، بنفس الوقت هو من المطاعم الشعبية اللي موجود داخل المحافظة. نعم. صاحبه يمكن صار له فوق 50 سنة هو يشتغل داخل المطاعم، كان قبل بالموصل فاتح المطعم مالته، بقيت شوية معلومات عنه، لكن حاليا هو موجود داخل السوق سوق دهوك. راح نفوت جوه ونشوف القلية، شنو الفرق القلية اللي موجودة هنا اللي يسمونها القلية الكردية عن بقية القليات الموجودة بالمحافظة. سبيدة باش سلت جواب المن شواني الحمد لله شواني بالكردي أكيد تمام شواني أهلا وسهلا مدخل جوا خالد ليش ذا حسك أن أنت بس حافظ ذول الكلمتين يعني هو صراحة أنه لا أكيد أنه هسه أقدر حجي نسيت عرفنا عن نفسك
محمد سواري ابو قليا. تمام، خلينا ندخل جوا للقلية. تفضل حجي ويانا. نعم يا بنات، خلينا نستغل الوقت اكثر. طبعا موجودين سواح، ما اعرف اذا راح نلحق نلتقي بهم لو لا. نعم. بس هاي شنو؟ تشريب. تشريب شنو؟ تشريب. هاي تشريب هو؟ ايه هاي. يعني راح نبدا بالتشريب. الله، تشريب طبعا سفري. هذا السفري بس كلش سفري. حار. ايه. حجي، اول شيء انت ايش قد صار لك بهاي المهنه؟ اذا تقدر توقف يعني. ايش بيبا حجي؟ ايش بيبا؟ انا اجي بيبا. ايش قد صار لك انت بهاي المهنه؟ بالموصل لهينا. بالموصل وين؟ من 1966. انا طفل صغير اشتغلت عند واحد سيد اسمه سيد دنون بالباب الصارغي، قال لي درجه اولى. من انه هذاك الوقت لي هالوقت انا اشتغل قلية. يعني من 66 الحداثه تقريبا صار لك 60 سنه بالضبط. اي 60 سنه. هاي جيت على الدوق من 67، لا 76 فتحت بالموصل بالدهوك ليلان قلية ممتاز. شنو رايك نفوت على المطعم؟ والله النعمه من نعمه من نعمة. شوفوا روح 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 يلا حجي. تسلم يا بنات هنا صح؟ نعم. تمام يا بنات هنا، تفضل حجي. ايه حجي انا قف منها. طبعا احسدوني على الريحه مو على الاكل، لا احسدوني على الريحه ماله. ممتاز. قال يا مال حولي. هاي قال يا مال حولي. مال حولي مال كردي. هاي زين شنو يقولون القلية اللي هنا بدها تفرق عن الموجودة بالموصل وغيرها، بشنو؟ بالطعم لو نفس الشيء؟ لا بالطعم. بس هذا لحم ممتاز مو مال خارج. اي صح. طعمه شوف عند المرق ماله. شوف اللحم درجة أولى. حجي أنت صار لك 60 سنة بهاي المهنة، ما مليت؟ مجبورين 60 سنة صار لك بهاي. اي والله 60 والله 60 سنة. زين حجي حاليا شلون تشوف اخبار الناس؟ والله النعمة من الله زين، كل زين ان شاء الله. دوم نشوفك الله يرزقك. يا هلا وسهلا. يا هلا بيك يا بنات. يعني صراحة نترككم من الطعم، ما جربنا الطعم بعد، بس بصراحة الريحة مالته خالد جرب بدال الطعم. يا بنات يعني راح نجربها اكيد. بس مو هسه حجي، اريد اعرف الشغله. تعال تفضل هنا. طيب خالد انا حابه اعرف منك او همنا اذا ممكن تسال ضيفك الكريم، انه هذه الاكله يمكن هي يعني موجوده بكل محافظات، ولكن كل محافظه لها اسم معين. يعني اكو ناس يقولوا لها تشيل فراي وقليه، ومثل ما شفنا هسه همنا بدهوك. يعني هي تقول انه هو ضيفك الكريم قال انه تختلف عن اللي موجوده بالموصل، يعني هي نفس المكونات ويختلف الاسم لو لا؟ تمام حجي، زميلاتي داخل الاستوديو يقولون انه الاهم هاي القليه تختلف من محافظه لمحافظه من ناحيه الطعم، من ناحيه النكهه، من ناحيه البهارات. من الجنوب من البصره بس يجي الدوق ياكلون يمنا. ياكلون يمنا طبعا كلهم بالبصره بالنجف كلهم يجون هنا بالبغداد كلهم الخارج. شنو تفرق من محافظه لمحافظه؟ والله يبقى ما اعرف يعني الفرق مالتها من ناحيه النكهه. هذا لحم ممتاز مو مال خارج عندك. شوف حجي، اكو مرات يقول لك هاي السر مال الاكله انا ما انطي مثلا بعض المطاعم او كذا، قصدي انه انت تخلي لها فد شيء مميز من يمك لو هي شيء عام. شيء عام. شيء عام. نعم يا بنات يعني شيء عام. مثل ما ذكر حجي محمد بانه أنا ليش لابس النظارات ما أعرف يعني. مثل ما ذكر حج محمد بأنه هاي القلية أو أغلب الأكلات هو ممكن إن إحنا نسميها بالتسمية، مثلا القلية الموصلية، مثلا الكبة الموصلية مثلا. نعم. بس بأغلب الأحيان تكون إنه هي نفس المقادير ونفس الطعم ونفس النكهة. هذا كل شيء عند اليوم يا بنات، أكيد رح نلتقيكم بجولات قادمة إن شاء الله. طيب خالد، طبعا اني كل ظني وما ادري اليوم، كل ظني انه اليوم عيد، ما اعرف ليش حتى صبحت بدايه ويا العيد، فحابه اعرف الدهوك، اجواء الدهوك بالعيد اول يوم العيد،
بشنو معروفين، عادات وتقاليد اول يوم العيد، شنو يطبخون غدا مثلا، لازم شنو اكو موجود. احنا يمنا مثلا فاصوليه وتمن وطرشانه، انتم يمكم شنو؟ شنو رايك هذا السؤال نسال الحج محمد؟ يلا حجي، اول يوم العيد شنو تطبخون؟ اول يوم نحن ما نفطر، ثاني يوم مو بداخل المحل، بالبيت كعوائل كرديه، شنو اول يوم تسوون اكلات؟ كل شيء نسوي. مثلا اكله مميزه عندكم اول يوم العيد؟ الباشا. باشا؟ باشا. بالكردي يقولوا ترشاك. ترشاك. تم انه لحمه وباميه. انا سمعت يقولون الصبح اللي يعني بصباح العيد الاكراد ياكلون تمن ولحم، يعني الصبح على الريوق، صح؟ دور لو لا لا. والصبح؟ الصبح جيمر ومشي واقف. اكل. حلو. جيمر وس اغراض وجبن ونسويها. بس حجي انت بالبيت، تعالوا يا بنات انا عندي سؤال شويه حساس. يلا. حجي بالبيت انت ما طابخ ابد؟ شنو؟ بيت ابد ما مجرب تطبخ؟ لا 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 ابد ابد. زين البيت الاولاد يجون هنا ياكلون هذا؟ لا اولادي هم يسوون احسن من هذا البيت. ما شاء الله. هم يسوون لهم. يعني هم نفس الشيء يسوون. زين هسه الاولاد يفضلون الاكل مالك ولا يفضلون اكل البيت؟ والله ماله هم زين نفس الشيء. الله متعلمين. صح. الله يوفقك. يلا بينا نشوفك باعلى المراتب ونشوفك طبعا خالد. كلش استمتعنا بالجوله وياك هاي الفتره. ونشكر ضيفك الكريم وشكرا لك. شكرا لك خالد. شكرا يا بنات.